ينضم إلينا مباشرة من بيروت بهيج الخطيب مستشار اتحاد المصارف العربية. أستاذ بهيج، مساء الخير. وبعد هذه المستويات المتدنية للروبل مقابل الدولار، أصبح ربما واحدا من أسوأ العملات أداء، كيف تنظر لأداء العملة؟ هل نحن الآن أمام أسوأ سيناريو للروبل أم أن الأسوأ لم يأتي بعد؟ مساء الخير، شكرا للاستضافة. بالواقع ما فيش شيء اسمه سيناريو اتجاه واحد لأي عملة صعودا أو نزولا، لأنه من المعروف أن قوة العملة بشكل عام مرتبطة بقوة اقتصاد البلد واستقراره السياسي والأمني وثبات الاقتصاد. فلبنان مثلا نموذج لبلد شهدت عملته استقرار على مدى 25 سنة، وكان البنك المركزي يتدخل بشكل دائم ويستخدم ادوات السياسه النقديه اللي هي الاوبن ماركت اوبريشنز ليقدر يحافظ على استقرار العمله بالرغم من الظروف اللي مرق فيها لبنان والمطبات نقدر نقول اللي كان ممكن انه تودي بالعمله اللبنانيه الى التدهور، الى ان وصل لمرحله فقد كثير من ادوات السياسه النقديه وانهارت العمله بسبب سوء أداء الطبقة السياسية الفاسدة اللي حكمت بالبلد. هذا ولقينا أنه انهارت العملة بطريقة دراماتيكية، وصل الدولار لحدود 140 ألف ليرة لكن رجع حاليا تحت 100 ألف ليرة. شوفت نموذج آخر، أمريكا كمان بالرغم من أنه الاقتصاد الأمريكي مثقل بالديون بنسبة تتجاوز 130% من حجم الاقتصاد الامريكي، يعني حوالي 33 تريليون دولار، ومع كل ذلك الدولار محافظ على ثباته على المستوى العالمي نتيجه السياسات النقديه اللي بيتبعها الفدرال ريزيرف. فاذا بروسيا الوضع مختلف كليا، روسيا دخلت بحرب مع اوكرانيا من سنه وبضع اشهر ونص تقريبا، وهذه الحرب فرضت على روسيا من قبل حلف الناتو فرضت عليهم عقوبات ومقاطعة للطاقة وإلى آخره، أدى ذلك إلى تراجع صرف الروبل، وطبعا زاد هلأ الانشقاق اللي حصل بمجموعة فاغنر وأدى إلى تضعضع الثقة بحكم رجل صار له 25 سنة يحكم روسيا ومعروف عن قوته وعن نظافة كفه وإلى آخره. اليوم نحن قدام واقع جديد، هو إلى أين متجهة روسيا بعد هذه التداعيات؟ هل يمكن أنه يصير في عنا مشاكل أو انشقاقات جديدة؟ هل ممكن يزداد الحصار على روسيا من قبل حلف الناتو؟ الحقيقة ما حدا بيعرف، وبالتالي ما فينا نحدد الاتجاه اللي ممكن تاخده العملة الروسية. طيب سؤالي الأخير سريعا، أصدقاء موسكو وآخرهم رئيس بيلاروسيا، إلى أي مدى يمكن أن يقدموا دعما للعملة الروسية؟ الحقيقة أصدقاء روسيا كمان يعانوا من مشاكل عديدة جدا، إذا بدنا ناخذ بيلاروسيا أو بدنا ناخذ إيران أو حتى الصين، كل بلد عندها مشاكلها أو عندها ما يكفي من المشاكل اللي لا تسمح لها بالتدخل لدعم الروبل. دعم الروبل لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إجراءات داخلية، وبداية هذه الإجراءات لابد أن تبدأ بإنهاء الحرب بشكل أو بآخر، لأنه إنهاء الحرب يعني وقف النزف. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه فوراً هو بعد وقف النزف ودخول البلد في مرحلة السلم، هل راح يروحوا لاتجاه الإصلاح التصحيح وإعادة البناء البنية التحتية وكل القضايا اللي تضررت؟ حتما هذا بيكلف كثيرا من ويكلف إنفاق كبير. هل عندها روسيا القدرة أو الأموال الاحتياطية الحرة الكافية اللي تسمح لها
تستخدم هذه الأموال لإعادة البناء؟ صعب جدا هذا الإجابة على السؤال، لأنه كمان في حدود لهذا التدخل لاستخدام هذه الأموال. لذلك البنك المركزي في هذه الحالة يفقد العديد من أدوات السياسة النقدية تبعته، يعني من الأوبن ماركت أوبريشنز. وهون بدنا بيطرح السؤال نفسه، إذا فتنا بالسلم بأي ثمن وضمن أي صيغة أو وفق أي ظروف؟ هذا السؤال الكبير حقيقة، ما حدا بيقدر يجاوب على هذا السؤال إطلاقا، لأنه الاقتصاد الروسي حتى يقدر يطلع من هذه الحرب الطاحنة لابد من أنه يعمل صفقة مع الناتو وبالتالي مع الغرب كله وعلى رأسه أمريكا، وهذا حتما رح يكلفه كثير للروس. شكرا جزيلا لوجودك معنا من بيروت، بهيج الخطيب مستشار اتحاد المصارف العربية.